يعطيكم الف عافيه متابعينا. انا الدكتور احمد صادق العموري، اخصائي جراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري. راح نتكلم بهذا الفيديو عن دواعي استبدال او تغيير مفصل الركبه. زي ما تكلمنا بالفيديوهات السابقه عن مفصل الفخذ، الاحتكاك او الخشونه هو داعي تبديل اي مفصل، وبالعاده اكثر المفاصل اللي بيحدث فيها هو مفصل الركبه، لانه هو اكثر مفصل معرض لهذا الشيء. تبديل مفصل الركبة بيكون في حال وصول المريض إلى درجة احتكاك أو خشونة شديدة بهذا المفصل وتآكل كامل لطبقة الغضروف، مما يسبب آلام شديدة تستدعي وضع مفصل معدني بدل المفصل الموجود لتجنب الألم وعودة المريض إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية. فهذه هي الدواعي، هذا هو سبب تبديل المفصل، ويمكن تباعا قياس عليه حدوث الكسور الشديدة التي لا يمكن إصلاحها عن طريق وضع صفائح أو تثبيتها بصورة جراحية، أو في بعض الحالات وجود أورام بهذا المفصل مما يستدعي استئصال الورم وبالتالي استئصال جزء كبير من المفصل وبالتالي وضع مفصل صناعي، ولكن يكون مختلف عن المفاصل الطبيعية التي تستخدم في حالة الاحتكاك أو الخشونة. بتمنى أني أكون وضحت لكم الموضوع، بتمنى دائما أنكم تضلوا وتكونوا بصحة وألف عافية. وزي وزي، شيء من كل شيء.